إذا كنت من عشاق تويوتا فأنت دون شك بتعرف موديلات الشركة القديمة وكل ما أنتجته في تاريخها الحافل بسيارات كثيرة، ولكن دائما تويوتا ما كانت تعكس السيارة العائلية الاقتصادية زي ما بنفكر. يوجد تحت اسم تويوتا أربع أسماء منهم دايهاتسو وليكزس. في هذا الفيديو راح أستعرض لكم 10 سيارات من تاريخ تويوتا بالأغلب ما بنعرف إنهم موجودين. تويوتا سيرا. سيارة الكوبيه هاي بتصميمها الرياضي والعصري كانت من عام 1990، استمرت الشركة بإنتاجها حتى عام 1995، كانت مخصصة للسوق الياباني فقط، ثم استحصل عليها بعض عشاق السيارات بأمريكا وغيرها من الدول لتصميمها اللي كان ملفت. طبعا هي أشبه بلامبورغيني بتصميم مستدير يتسع لأربع أشخاص، أبواب تفتح للأعلى، سقف زجاجي وتصميم داخلي غريب. يقول المصمم جوردون موري إنه استوحى منها تصميم ماكلارين F1. طبعا السيارة كانت تحمل عدة تقنيات لا تتوقع انها موجودة، مثل مساحات امامية حساسة للمطر، حساسات اصطفاف، ونظام صوتي سوبر لايف، 10 سماعات، والعديد من الادوات والاكسسوارات اللي كانت تركب على هاي السيارة. طبعا تمتلك السيارة محرك 4 سلندر 1500 سي سي كان بولد قوة 110 حصان مع ناقل حركة طبعا اوتوماتيكي، في حين كان وزنها فقط 900 كيلوغرام. تويوتا اوريجين. تويوتا قررت انه تعمل سيارة تحتفل فيه بمناسبة بيع 100 مليون سيارة في اليابان فقط. طبعا حبت تعمل سيارة فخمة وكلاسيكية وبعدد محدود. السيارة نزلت من عام 2000 وبسعر 70,000 دولار، كان بس في منها 1000 نسخة. وطبعا اذا بتتساءل مين بده يشتري تويوتا بهداك الوقت بهيك مبلغ، فبحب اقول لك انه كل العدد انباعوا، بالعكس تويوتا زادت عليهم 73 وحدة زيادة عن العدد المقرر. طبعا السيارة كانت تمتلك محرك 3000 سي سي 2JZ بولد 220 حصان، وأبواب سوسايد رير دورز، وهي الأبواب اللي بتفتح للخلف على طريقة الرولز رويز مثلا، بالإضافة إلى دخول السيارة دون مفتاح وحساسات وأنظمة ملاحة وراحة وغيرها من المواصفات اللي حطتها تويوتا لتخلي السيارة مميزة. تويوتا ميجا كروزر. للواهلة الأولى رح تفكرها هامر، ولكن لا، هاي تويوتا أو أكبر مركبة دفع رباعي بتصنعها الشركة في وقتها. السيارة على غرار هامر كانت في البداية سيارة عسكرية وأصبحت تباع للمدنيين فيما بعد. كانت السيارة حصرية لسوق الياباني فقط. تمتلك السيارة محرك 4100 سي سي تيربو ديزل بقوة 136 حصان، وطبعا دفع رباعي بوزن 3 طن تقريبا. بالنهاية هاي السيارة مش سيارة سرعة، التورك تبعها كان عالي جدا. طبعا انصنع من السيارة 133 نسخة مدنية فقط وبسعر 223,000 دولار. وهون طبعا كان المواطن الياباني محتار ما بين انه يدعم صناعته الوطنية او يشتري هامر بنص السعر كانت تقريبا. تويوتا 2000 جي تي. بالبداية ممكن تفكرها انه اقرب ما يكون لجاكوار اي تايب او داتسون او فيراري، بس مش تويوتا صح؟ بعرفكم على تويوتا 2000 جي تي. هاي نزلت اول مرة في معرض طوكيو للسيارات عام 1965 مثال كبروتوتايب، بعدين انتجت في 67. كانت ثورة في عالم السيارات، خصوصا نظرة الناس للسيارات اليابانية بعد ما كان معروف عن سيارات انها تقليدية عملية اقتصادية وصغيرة. اثبتت تويوتا بانه بامكانها صناعة سيارات رياضية خارقة ومنافسة السيارات الامريكية والاوروبية، بس ليه نعمل هيك ما سياراتنا عم تنباع؟ فعلا المجلات رحبت بهذا التصميم وقالوا عنه انه احد اجمل التصاميم واكثرها متعة. امتلكت السيارة محرك 2000 و 2300 سي سي 6 سلندر وكانت بقوة 150 حصان، قادرة للوصول للمية خلال 8 ثواني و5 بالعشرة تقريبا، رقم ممتاز لسيارة صغيرة في هداك الوقت. انصنع من السيارة 351 نسخة وكانت تباع في وقتها بحوالي 7,000 دولار. طبعا الآن تباع بمبلغ 1,200,000 دولار وتعتبر سيارة نادرة جدا. تويوتا كلاسيك. مش قصدي انها كلاسيك، هي اسمها كلاسيك مش كلاسيك القديم، هي كلاسيك يعني هي بال 96. هاي السيارة محدودة الانتاج ويوجد منها فقط 100 نسخة، بالاغلب ما بتعرف عنها ابدا. عرضت للبيع عام 1996 بالذكرى 60 لافتتاح تويوتا، وهي مستوحاة من تويوتا AA من عام 1936. تم تزويد السيارة بإطارات العجلات الخلفية الخاصة بالجيل الخامس من هايلوكس مع محرك بسعة 2000 سي سي 4 سلندر من نوع واي بولد 96 حصان. داخليتها مستوحاة من التويوتا العصرية الحديثة، ولكن عشان يزبط معاهم شكلها البراني مع الداخلي فضافوا على داخليتها شوية جلد وشوية خشب عشان
تناسب مع الشكل الكلاسيكي. اقتصر انتاجها على 100 سيارة فقط بسعر 75 ألف دولار للوحدة، وتباع حاليا بحوالي 40 ألف دولار. ويلفاي 2000. سنة 2000 كانت محور تغيير للكثير من التصاميم وسنة التطور والتكنولوجيا، واللي حبت فيه تويوتا طرح موديل عصري وشبابي ومناسب مع السوق، وجابت سيارة ستروين مع نيسان مع سوبارو مع ميتسوبيشي وخلطتهم مع بعض، وكانت النتيجة اللي هي هاي السيارة. لكن هل فعلا تعتبر عصرية وشبابية؟ مش شايف. ممكن يكون شكلها ملفت ومش بالضرورة حلو، لكن ما فيها اي خصائص تقنية متطورة بوقتها، واللي كانت بالاساس هذا العنصر الرئيسي لوجود هاي السيارة. امتلكت السيارة محرك 1300 سي سي بقوة 88 حصان ووزن اقرب الى 1000 كيلوغرام. طبعا كانت السيارة محبطة للامان وما باعت زي ما هو متوقع، وتوقف انتاجها بعد سنة من اطلاقها، ولكن كانت محاولة جيدة للخروج خارج الصندوق من تويوتا. تويوتا سنتوري او رولز رويس اليابانية، فقد بدأ انتاجها في عام 67، جرى عليها بعض التعديلات والتظبيطات حتى اعادة تصميمها عام 97. طبعا اصدرت مناسبة العيد المية لكيشيرو تويودا وهو كان مؤسس الشركة. سيارة فاخرة راقية تقليدية الشكل، اناقتها الخارجية بحجمها الكبير لا يقل عن فخامتها الداخلية، والمساحة الكبيرة اللي بتوفره للركاب، عدا عن تقنيات تكنولوجية متطورة وكراسي المساج وغيرها لضمان رفاهية السائق والراكب. هاي السيارة هي سيارة الرفاهية الخاصة في المجتمع المخملي الياباني. طبعا السيارة اجت في اكثر من محرك خلال انتاجها، اخرهم محرك هجين او هايبريد V8 بسعة 5000 سي سي بقوة 425 حصان. السيارة تعتبر الافخم بين اسطول تويوتا، ولكن سعرها بتجاوز 178 ألف دولار، وهيك بصير عندك خير خيارات، يا تشتري هاي يا تشتري بي ام دبليو الفئة السابعة او مرسيدس اس كلاس، خيار لك. تويوتا فيروزا. السيارة هاي كانت البديل لسيارة المارك 2 او التشيسر او كريستا اللي وقف انتاجهم سنة 2000. بصراحة يمكن هاي السيارة امتلكت شكل مختلف عن باقي السيارات من تويوتا اللي كانوا بيشبهوا بعض بطريقة غريبة، مع محاولة اضافة الطابع الرياضي والفخامة في السيارة. بدأ انتاجها عام 2001 وانتهى 2004، انتج خلالهم 26 الف نسخة فقط، واللي بيعرف تويوتا بيعرف انه هذا الرقم قليل، لكن مش كل الناس حبوا الشكل طبعا، وكان يعتبر ادائها ممتاز اذا اخترت النسخة الاعلى اللي كانت تمتلك محرك 2500 سي سي 6 سلندر 1JZ اللي بقوة 276 حصان. طبعا السيارة توقف انتاجها بعد فترة قصيرة لقلة المبيعات، بس عشان اعطيكم معلومة، سيارة المارك 2 كانت في ايامها تعتبر سيارة سباق الشوارع في اليابان، في كثير من بلاد الخليج كان يعتبروها السوبرا الاربع ابواب. تويوتا سبورت 800 توربين هايبريد. اول ما تسمع كلمة هايبريد تتخيل البريوس او سيارة حديثة، بس ما بتتخيل سيارة بالابيض والاسود او من عصر السبعينات. كيف؟ انا بقولك، هاي السيارة قد تكون اول من ساعد في تطوير فكرة السيارات الهجينة في السوق، والسيارة ظهرت في 77، تخيلوا بال 77، بعد كانت ايامها ازمة النفط والطاقة في 73، والناس طالعة من هاي الازمة بتدور على بدائل وحلول لموضوع الطاقة، خلص احنا ما بدنا نستهلك بنزين وما بدنا محركات كبيرة تصرف بنزين، والشركات السيارات صارت تفكر في بدائل بالموضوع هذا. فاجت تويوتا طلعت اصدار من التويوتا سبورت 800 اللي هو كان موجود بالاساس كسيارة عادية، وطلعت منه اصدار اللي هو اسمه توربين هايبريد. كانت فكرته من خلال وجود الفتحة الكبيرة في اعلى غطاء المحرك، والغاية من هاي الفتحة انها تدخل الهواء على مراوح، هاي المراوح بتولد طاقة للبطاريات، والبطاريات بتولد الطاقة للمحرك الكهربائي اللي كان بيساعد على تحريك السيارة مع المحرك البنزين. طبعا زي ما حكيت السيارة في منها نسختين، النسخة العادية اللي هي 800 سبورت، وال 800 كانت تمتلك محرك فقط 800 سي سي، ولكن السيارة التوربين هايبريد برضو امتلكت نفس المحرك بالإضافة للمحرك الكهربائي. الفرق بيناتهم انه العادية كانت تولد تقريبا 76 حصان، بينما الهايبريد كانت تولد 100 حصان، وهذا شيء كان خيال علمي بوقتها. تخيل انت تيجي لواحد ب77 تقول له هاي السيارة عم تشغل البطاريات والكهرباء. طبعا هاي السيارة نزلت في اصدار واحد فقط، كان اصدار تجريبي من تويوتا وما في انه اصدارات تانية ابدا. تويوتا جي تي 1. بعيدا عن السيارة الاقتصادية والصغيرة، عمرك سمعت عن هاي السيارة؟ ممكن بالوهلة الاولى لو شفتها بالشارع بتقول انه هاي فيراري انزو او اف اف اكس، ولكن
تخيل انه هاي تويوتا. المدهش انه هاي تويوتا نزلت في 1999، عمرها تقريبا 22 سنة. تصميمها ملفت وكان بالنسبة لتويوتا اشي متوحش. طبعا هاي تويوتا هي اغلى سيارة تويوتا، $1,300,000 امريكي. تمتلك محرك وسطي V8 سعة 3.8 او 3800 سي سي مع توين تيربو بولده قوة 600 حصان. تتسارع من الصفر للمية بثلاث ثواني واثنين بالعشرة. تخيل الرقم بالنسبة لتويوتا في هذاك الوقت. طبعا السيارة كلها وزنها 900 كيلوغرام. وعشان تعرف انه هاي السيارة بالاساس انصنعت لسيارات السباق، ولكن فقط تنتين منها انصنعوا ليكونوا مرخصات انهم يمشوا على الشارع. وهي كانت قائمة بسيارات نادرة وغريبة من تويوتا. بتمنى أسمع آرائكم في التعليقات وشو في سيارات ممكن نضيفها على القائمة وشو بتقترحوا علي موضوع للفيديو القادم. ما تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.